حسين حسين حسين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة المهضومة الزبرة وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة يا ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة روحي وأرواح من في الوجود لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء البدار البدار على نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم حزنا مدى الأعمار. لا تلد هاشمية علوية إن تركتم أمية بقراري بقراري. شو تريد منا يا شيخ عبد الحسين شكر؟ قال
طأطئ يلا لا يضل الرأس لا يضل الرأس طأطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعوا فوق القناة الخطاري أحسن لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا ليش إن في الشمس مهجة المختار لا تذوق المعير واقضوا ضمايا بعد ضامن قضى بحد القرار مصيبة اليوم وينها قال حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذاري لا تشقوا لآل فهران قبورا فابن طه ملقا بلا إخبار أحسن لكن لما خلى السادة يبكون متى قال متى عندما قال اتكوا عن نسائكم كل خدرين ليش يا سيد ليش يا شيخ اتكوا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب على يا الأكوار قالت أنا بفرد ضحوية أفقدت ولياني وهلي أنا ما كني بنت فاطمة ولا أنا وين ولي ما بقي عندي ولي وما بقى لي من هلي تشايل أنا جنت أمر وأنهب كلمتي كل إخواني وأولاد بخدمتي أنا تالي أنحرب من صاب دمعتي يا الله ويضربوني يضربوني من ابكي فرد بجاية قبل ما اقرا الدفن بقرا هذا البيت قالت خويا الشمر والله ضمني ضمني ضربني على متون وشتمني هذه زينب أخوها وينه أسألك الحسين الليلة وينه جاوبنا يا ملا عطية قال مرمي ثلاثة أيام تقرأ وياي لو ما تقرأ الله يعودك على هالدمعة وعلى هالصرخة يعز علي وداعك الليلة مرمي ثلاثة أيام لا جهاز ولا انشاد رد لعليه لا بقلب واهي ودمع هما بس عاينا فوق الوطي يا فراش هرمان جسمه ما ينشاف
حنظل محتار. شو اللي حيره كل ما رفع جانب الله يديمها الصرخة على الحسين الله يديمها كل ما رفع جانب توزع جانبه طاح هلا هلا لأن جسمه مقطع سيوف خلى الجسد وينها الدام عوب الوجد صاح يا ابوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهار حيرتني بيش اجمعه صالك يا مبرور هذه الجفوف مقطعه تدرون شي يقول الامام الصادق شي يقول يقول لقد كان جسد ابيك جديك قطعه من الدم الجسد والراس يا ابن المصطفى مرور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار شلون شلون يا مولى عطيه قال جابوا لك قطعه باريه إلهي ارزقنا الحرقة على الحسين الدمع على الحسين إلهي لا تحرمنا من البكاء والدمعة والنياحة والصرخة جبال قطعت باريا جمع وصا لف عس عين العمى ودنا قشا حتى وسط قبرانا تخصر وانحنى يا علي يا علي حبه ابن حراب بالظما يرتستعر يقل لك الضيب البجاه ليلو اثلك ما شفنا مجفنينا من بعد ما يظل ثلاثة أيام أحسن يا حبيبي يلا يلا بداية علي والتكملة عليكم أنتوا أهل العزة وأهل الونة وأهل الصرخة على العزل المجلس هذا الكل يشوفه بطنا عليه وعلى صرختك والله يدومك ولا يحرمك هالأنفاس شفنا اليوم تيجي يحفر للقبر ويفصل أشفنا يموت يضال يضال عر يا بو تلعب عليه الخيل عليه الخيل والله عادة الميت يحضروا له عادة الميت يحضروا له هذا يحضر كفا ذاك ينزل آية عاد المجرى بعد هالبيت لكن الشطر الأخير ما كمل عليك إذا تقدر الفتى المحزوز لجلة تصير زلزالة
ناس اللي القبر تحفر وناس تجيب شيالة، بس حسين تجهيزه يدوسه. ولكن الأمر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين. ورد في الزيارة الجامعة وأجسادكم في الأجساد. أسأل الله شفاء المرضى، قضاء الحوائج، تفريج الهموم والغموم، وأن يعيدنا الله وإياكم على أيام الحسين، ولا يحرمنا خدمته والبكاء عليه والنياحة ببركة الصلوات العاليات. من خلال هذه الفقرة نتكلم موجزاً عن خصائص جسد الإمام المعصوم. أتعرض إلى كذا خاصية. خاصية الأولى، كلنا يعرف أن أساس وجود أهل البيت وأساس خلقتهم المباركة أن الله خلقهم من وين؟ خلقهم من نور، فكانوا خلق نوراني. واللي يدلك على أنهم خلق من نور قولنا لهم في الزيارة: خلقكم الله ماذا؟ أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. يعني حقيقة وجودهم أنهم هياكل نورانية، حقائق نورانية. ولكن حتى يستفيد منهم البشر ويأخذون من علومهم، ماذا فعل الله؟ ألبسهم لباس شنو؟ لباس البشرية، فيخرجون، فجاءوا إلى الدنيا بهذا اللباس. ليش؟ لأن الخلق لا يستطيع أن يراهم، أن يرونهم بنورهم وبحقائقهم، بل لا مجانسة بين البشر وبين هذه المخلوقات النورانية. الله يقول: ولو جعلناه ملكا لجعلناه شنه؟ رجلا وللبسنا عليهما يلبسون. يعني شلون؟ التفت شوية. لو الله بينزل ملك، الملك من وين مخلوق؟ الملائكة أيضا مخلوقون من وين؟ من نور. الإنسان من طين، الجان من نار، الملائكة من نور. لو الله بيخلي الملك يخليه رسول أو نبي مثلا افتراضا، هل ينزله بهيئته الملائكية بهيئته النورانية؟ لا. شو يسوي؟ يلبسه لباس البشر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. لذلك النبي شو يقول؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشار بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا اللباس. يعني الله ألبسهم هذا اللباس حتى يعلم الناس والناس يأخذون منه.
لأن مثل ما قلت لك قبل قليل لا يمكن لأعيننا ولعقولنا القاصرة أن تدرك أنوارهم وحقائقهم النورانية. يقال أن رجلا قال للإمام الحسين عليه السلام قال أبا عبد الله أريد أن أراك بهيئتك النورانية، أبي أشوفك بالنور. الإمام قال له لا تستطيع تتحمل، فأصر عليه، صر على الإمام، فأخرج له الإمام بمقدار سم الإبرة من نوره، فلما رأى ذاك الرجل ذاك النور مات في ساعته من هول النور، ثم أحياه الحسين مرة أخرى. ليش؟ ما تحمل. بل أقول لك هذه الكلمة، إحنا الإمامية إيش نعتقد؟ نعتقد أن الله لا يرى لا في الدنيا لا تدركه الأبصار، وهو نقول إضافة إلى ذلك حتى حقائق أنوارهم لا نستطيع. أنوارهم أنوارهم من يقدر نشوفها بحقائقهم الحقيقة النورانية. شوف نبي الله موسى نبي ومن أولي العزم، ايش قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك. طبعا هذا الطلب طلب موسى بلسان من؟ بلسان قومه، وإلا موسى يعلم أن الله لا يرى، ولكن لما قال ربي أرني أنظر إليك يعني بلسان قومي، قال له الله لن تراني ولكن انظر إلى وين؟ إلى جبل. كمل الآية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى. شنو اللي تجلى إلى موسى؟ نور الله من هو؟ الله نور، نور الله من؟ اسمع شو يقول الشاعر، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مطهرون نقيات تجرى الصلاة عليهم أينما ذكروا. وما ظهر لموسى إلا جزء صغير وهو نبي وما تحمل، ومن أولي العزم من أصحاب الشرائع. فإذن هذه أول خاصية، أنهم في حقائقهم أنوار، ولكن نزلوا بهذه الأجسام بهذه الأجساد البشرية لأجل التجانس بين البشر. الأمر الثاني، أن أهل البيت أجسادهم وأجسامهم لا تأخذها الأرض، تبقى طرية غضة لا يصيبها شيء. الجسد كم نوع من الجسد؟ عندنا جسدان، الجسد العنصري والجسد الأصلي. الآن أنت تعيش بهذا الجسد لكن فيه كثافات، لما تأكل لحم تأكل فاكهة تأكل، من هذه إضافات. إذا وضع الميت في القبر رفعت عنه هذه الكثافات، فرجع الماء للماء، الهواء للهواء، النبات للنبات. شنو يبقى؟ يبقى الجسد الأصلي من غير كثافات. هذا الجسد الأصلي مو نقول أهل البيت، نقول حتى بعض المؤمنين لعدهم بعض الأعمال الأرض لا تأخذ أجسامهم. شوف عندنا في الرواية، من اغتسل 40 جمعة متتالية، غسل الجمعة، غسل الجمعة من أهم المستحبات المؤكدة أن المؤمن لا يهمل، يقول لا تأكل الأرض جسمه، يبقى جسمه غضاري. عندنا الحر الرياحي، حر الحر، أرادوا تشييد قبره بعد سنوات وسنوات وسنوات، وإذا يطلعوا وإذا هو جسد غض طري. العجيب وين؟ مو الإمام الحسين عصب جبين الحر بعصابة؟ لما فتحوا العصابة سال الدم من جبينه، حتى ذاك الحاكم أراد أن يأخذ العصابة يتبرك بها، جابوا عصابة ثانية ما وقفت، كأنما هذا تاج من الحسين للحر، فعصبوا بالعصابة.
وأخذوا خيطا منها وبقي جسد سالم، علماء أجسادهم سالم. مثلا أحدهم يقول، أحد العلماء زاره رجل في كربلاء مقدسة، خلص الطعام ونزل يغسل يديه فلدغه عقرب، صار ملدوغ، قام يتألم يتألم يتألم، جابوه إلى أحد الرجال سيد، هذا السيد بس وضع يده على مكان الألم سكن الألم من ساعته. هو لا طبيب ولا عنده، شلون بس إيده وضعها، ما قال شيء، بس إيده مرت على هالموضع وسكن. قال له ما قصته؟ تمام. قال أنا أحد أجدادي، شوف، في الشام عندما أرادوا أن يشيدوا قبر السيدة رقية ابنة الحسين، رقية اللي إجا يوم، إحنا نصعد المنبر ونطالب بإثبات أن هناك للحسين بنت اسمها رقية. شنو صار؟ شنو إحنا نبقي من كربلاء؟ شنو نأخذ منه ومنه وهنا؟ شنو قام كربلاء؟ تشكيك وكذا، وكل هذا ما ورد، كل هذا ما ورد، كل هذا ما ورد. أكو بعض الأشياء تناقلتها الألسن ولم تتناقلها الكتب، أكو أشياء في الصدور وليست في الصدور، أكو أشياء لا يحتاج أن يكتبها الكاتب، إنما هي تلقائيا تكون. يعني بالله عليك، إذا وحدة جابوا جثة ولدها يحتاج يقول فأهوت عليه ونادت وولدا؟ هي بعد انتهى الموضوع، يصل التشكيك حتى إلى هالبنية هذه الصغيرة اللي مزارها أجيال أجيال الناس تذكرها. انزين، تقولون هذا الكلام في محله يجي. فانتخبوا هذا السيد اللي هو جدي إن يصير الجثمان عنده لمدة نصف ساعة كذا حتى شوية يرممون. طلعوا ذاك الجسد، طفلة صغيرة، جسدها غف طري كأنها للتو. الله 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 يا رقية. وصار جدي ماسك الجسد مدة إلى أن خلصوا، عاد الجسد، أعادوا الجسد مكانه. من ذيك الساعة يقول من هالملامسة، من هالملامسة صارت يده يد مباركة، بس يحط إيده على المريض يشفى. والعجب وين العجب؟ العجب أن إحنا أولاد ورثنا البركة منه، حتى البركة انتقلت لنا، فأجسادهم باقية جسدي الأصل، لأن جسدي المعصوم ما في كثافات مثل أجساد مثل أجسامنا. لذلك النبي يقول صلى الله عليه وآله حياتي لكم رحمة ومماتي لكم رحمة. قالوا له حياتك رحمة عرفنا، وما كنت معذبهم وأنت فيهم، لكن أنت ميت رحمة شلون؟ قال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض علي، أعمالنا يشوفها الناس، فإن وجدت حسنة سألت الله أن يزيدكم ويضاعفها لكم، وإن وجدت سيئة سألت الله أن يغفرها لكم. قام لواحد، قام للنبي، قال له وكيف وأنت ميت؟ ورميم. قال إن الأرض لا تأكل أجسامنا فنحن أحياء،
ولا أنت إذا جيت تسلم على الإمام تسلم على ميت ما يسمع؟ أشهد أنك إيش تسمعوا؟ قولها قولها كلامي وترد علي، يعني لو من مكانك تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، يسمع لو ما يسمع؟ يرد لو ما يرد؟ يسأل ذاك، يسأل الإمام الصادق، يقول له أين جدك الحسين؟ وين جدك؟ قال أما مدفنه فبكربلاء وأما روحه على يمين العرش. شوف شوف شوف، أما روحه على يمين العرش ينظر إلى زواره وينظر إلى الباكين عليه. يعني الحسين يطالعنا لو ما يطالعنا؟ الله أكبر. يا أبا عبد الله دخيلك يا حسين، قبلنا قبلنا. فإذا هذا خاصية ثالثة، أن أجسادهم محرمة على السباع، بل أن السباع تأتي وتمرق خديها على أقدامهم الشريفة. وحوش ضارية توحشة، يقولون في عصر التوكل لعله أو أحد خلفاء بني العباس طلعت مرة قالت أنا زينب، أنا زينب بنت أمير المؤمنين. قلوا شو أنت زينب؟ زينب استشهدت 62 شهادتها و 63 زينب، ترى ما عاشت بعد الحسين إلا سنتين ونص تقريبا. قالت دعالي جدي وكلما كبرت أعود شبابا. جاءوا للإمام الهادي قالوا له شلون هذه تدعي إنها زينب؟ شو أنا أكذب ادعائها؟ قال إن لحومنا أهل البيت محرمة على السباع. إذا هي تقول زينب شو تسوي؟ يلا. فقالت لماذا لا نلقي بك أولا يا علي الهادي؟ سباع تدرون أسد نمر ذولا وحوش، سباع ضارية توحشة مفترسة مجوعة 3 أيام. فنزل الإمام الهادي سلام الله عليه في بركة السباع هكذا يطلقون عليها، وإذا بالسباع تحوم وتطوف وتمرق خديها على أقدام أبي الحسن. إلى أن لما شافت الموضوع، بعد الموضوع صار جيد، قالت أنا زينب كذابة. انزل الأمر الأخير، وقت انتهى، أن جسد المعصوم، وجود المعصوم هو قلب الكون كله، الكون كله وجود قلبه النابض هو الإمام المعصوم. فإذا حدث شيء للمعصوم شو يصير في الكون؟ يتأثر بتأثر المعصوم. أما سمعت قليت 11 شنو قلنا؟ شنو صار في الوجود؟ احمرت السماء وهبت ريح سوداء، صار اختلال في الكون عندما سقط الحسين على الأرض. يعجبني بيت للسيد رضا الهندي الله يرحمه، يقول لا تسلني بعد هذا ما جرى غير أن العرش أهوى للثرى. طاح وجود اختل، لولا وجود زين العابدين كانت زينة كانت تنظر إليه واضعا يدا باتجاه السماء واليد الثانية باتجاه الأرض، تقول له شو تسوي ابن أخيه؟ قال أمسك السماء أن تقع على الأرض حزنا على الحسين. لذلك هذا الحزن إلى يومك هذا من مخلي باقي؟ كم من قتل الحسين؟ فوق 1000، 300 سنة، ولا زال الحسين جمرة. بل يقولون ذاك اليوم يوم عاشر 1961 ما رفع حجر إلا وجد تحته دما حزنا على الحسين. أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. يقول أنا در من السماء نثروني
يوم تزويج والد الصبطين كنت أصفى من اللجين بياضا صبغتني دماء منحر الحسين إن عينا ما بكت رزء الحسين حجر تلك وما تدعى أبو علي هالعشرة شقضيناها وياه أسألك خلصت دموعنا على الحسين ارتوينا من البكاء أبدا يلي تناشدني عليه من تهمل العين ترى كل البكا والنور والحسرة على حسين حبه بقلبي تظهر بصبها دموعي مجبول في حبه ولا شوفه يا ليت قبل ضلوعه انرضت ضلوعه أحببت الحسين طفلاً أحببت الحسين رضيعاً فنشأت من نعومة أطفالي في مجالس الحسين فشب عودي ونما وأنا من مأتم إلى مأتم أندبه وأبكي هذا إرث آبائنا وأجدادنا نورثه أولادنا وبناتنا ليحملوا لواء خدمة الحسين الليلة أنا وإنت عندنا مصيبتان الليلة عندنا مو واحدة ثنتين المصيبة الأولى تدرون شن هي انتهيت عشرة أبو السجاد هذا العام الله يعودك يا شيعي على هالأيام انتهت عشرة الظام اللي انسفك دمه ودموعنا نعمة والله يدوم ادعو ادعو ودموعنا نعمة والله يدوم النعمة دعا دعا وإن شاء الله نتسجل في دفتر الخدمة وإلى يوم القيامة ننكتب خدام لبسنا ثوبنا الأسود من أول يوم على اللي سلبه وثيابه وما بقت له اهدوم عليكم وكل من صاح واول على لا اعلى اعلى كل من صاح واول على المظلوم واختل قاسة العالم اسمع اسمع الخدمة لطوم لو صيحة لو دمع مسجوب ترى كل شيء كل شيء ترى كل شيء دفتر الزهرة ترى محسوب وبخدمتها لا شك تنغفر لذنوب أسأل الخدام ذولا كادر وغيره وأنا وياهم وأنت وياهم شلسان حالنا أنا وأنت خدمة أبول يمش كثر حلوة خدمة أبول يمش كثر حلوة ومن دون الخدام الدنيا ما تسوى أموالنا وارواحنا فدوى وخال فدوى إلى المذبوح وبذبحة حيا الإسلام يلا بس بيت بس بيت يقول هذه التجارة وهاي التجارة غير
خير هالأيام كلها خير. أنا وياك خاطبة اعذرنا اعذرنا يا أبو الهمة على التقصير. اعذرنا إن شاء الله سيدي اعذرنا ترى مهما نسوي مقصرين. الله يرفع شانكم يا خدام ويعلي شانكم إن شاء الله. الزهرة الزهرة تأخذ بيتكم. هذه مصيبة مصيبة ثانية إمامنا إمامنا تسألني أقول لك مرمي على التراب بلا غسلين ولا كفن. جاء رجال بني أسد أرسلوا نساءهم ذهب النساء إلى المشرعة فلما مررنا رأينا أجسادا مقطعة. قالوا يا رحنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة. شفيه شفيه أوصاله كلها مقطعة تصدع أنوارة مقطوع حتى خنصرة من كف اليمين. وصفة وصفة أكثر قلب الشمس مرمي عثرة عريان مسلوب وقلب العدو من شافته ينفت ويذوب. المصرخ مطعون بضلاعه وقلبه بسهام مصيوب يما رضيعه ونضيت هذه جثته يما ولد مثل البدور جسمه يتلالى كثر الضرب والطعن ما غير جمال. عرفتوا قولوا اسمه ما تنحص جروحه مقنطر على شماله. الله يساعد قلبها الفقدتها الاثنين. وشفنا شباب على الثرى جفوفه خضيبه عريت جنة وزفته الذبحه قريبه. الله يساعدها الفقدتها وراحة. يلا منو باقي ولا يا 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 قطع مرايرنا جسد يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيعة حتى من الزندق جفنا. ولي 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 إذا فاتتكم النصرة لا يفوتنكم الدفن. قالوا نضع عينا على الطريق جاءوا للأجساد قالوا شلون ندفنها وهي بلا يرى. جاءوا لجسد المولى أرادوا أن يرفعوا ما استطاعوا شوية وإذا الذي وضعوه على الطريق يقول تنحاوا إني أرى فارسا مقبلا. أول ما جاء الفارس ألقاه
نفسه على جسد المولى وهو ينادي أبا 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 حسين قام من على الجسد ايش عندكم؟ قالوا جئنا للفرجة قال أصدقوني القول قالوا جئنا لدفنها لكن تحيرنا في أمرها قال قوموا وياي خط خطا بيد احفروا دفن الأنصار يلا سلم عليهم سلام عليكم يا أنصار أبي خط خطا بيدي احفروا من دفن دفن حبيب قل يا بواب الحسين حفر حفرة قال احفروها هنا دفن بني هاشم ثم جاء إلى جسد المولى يلا الكلمة علي والصرخ عليك أراد أن يرفع ما استطاع كلما رفع عضوا وقع الآخر على التراب شلون شلون لما قال يا بني أسد هل عندكم قطعة بارية يعني حصير جابوا له بارية نعاونك نعاونك قال إن معي من يعينني يعني ويا الزهرة ويا النبي ويا أمير المؤمن يلا يلا جمعوا جمعوا يا ذهب وجاء بيمين الحسين مشى جاء بيساره ثم جاء بشيء صغير خنصر أبي عبد ثم مشى يا علي يا علي جاء بشيء يلمع كلما يمشي يطيح شنو هذا الشيء كشف لنا وإذا بها قطعة من قلب العزيز وأهل لم جمع وصال أبوه اللي نقطع واللي نشاء حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها وعيل حين ظهره حين ظهره على والله علم بحاله بدال الجفان والتابوت لف باري يلا بنشيله بنشيله وياه رفعه وهو يقول الله أكبر يلا وياه وياه لا إله إلا الله محمد علي أنزل أباه في القبر ما أدري أكو واحد منكم نزل لعزيز في القبر يقول للولد تعال لو للأخ يقول نزله في القبر يكشف عن وجهه يقبله إما في جبينه إما في خده أين قبل السجاد والده
انحنى عليه قبله على نحره الشريف. قال لأبويا أنا الصار بي ما جرى بناس، أنا شفتك جسد بالخيل تال الوقت نزلتك بنا، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد، أما الدنيا فبعدك مظلمة، أما الآخرة فبنورك مشرقة، دفن الأكبر تحت أقدام أبوه. أراد يطلع وإذا الصوت يطلع من النحام، قل علي يا 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 الطفل حط نحر على نحري. لجن بهداي لا ينلجم جرحى يا ذخري، دفن الرضي طلع من القبور الوداع الوداع، نادى هل التراب. لو التراب كتب على القبر هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه عطشان، قال هل بقي أحد وهو العلي؟ قالوا بقي جسد عند المشرع. وفضل جاء إليه ليرفعه كأنما بخيال هذا الشاعر، قال إش حال الحريم الجيت منه، وينها زينب؟ قال يا أبو فاضل ترى زينب ضيعوه، يا أبو فاضل بالمجالس دخلوه. دفن العباس أعلمهم بالقبور أراد ينصره، قالوا له بالجسد الذي لم تأمرنا أن نعينك عليه من أد كشف عن لثام، تزفر زفرة المصيوب بحزان، وقال أنا ابن حسين هالمذبوب. وين راح؟ أسألكم شيعة تدرون زينب وين قاعدة الليلة؟ قاعدة في الخريبة. قالت ولد أخويا وينك؟ قال عما للتو جئت من دفن أبي. قالت يعني ثلاثة أيام ما حد شال أخوي. اقعد ابو علي، اقعد اقعد ابو محمد، ايش عندك؟ قالت اما علي عندي وياك بس نشدى من عادة الميت يوسد على التراب خده، شلون دفنت ابوك وراس وحسين؟ وحسين ايش عندك بعد؟ وحدة طلبت هذا البيت نقرأ، وانت اذا عندك طلبة تريد اقرأ لك. والديام ظلومة زورة والدمع من لي تجارة، لكن اسمي ما تسجل هالسنة بهاي الزمن. المؤمن يريد على رقية يا
يا هالج بويا بويا ايدي ناعمة وما تتحمل حبال انا من اصرخ يا علي طقني الجمال اكبر قرينا عليه قال شافه والنبي الشابح على يرام اوفاق وصفاق راخن على يرام صاحب صوت يا زين ابو فاضل ابو فاضل شنو قرا ابو فاضل اسمع حتابي سلبه وحجابي يا مصابي خيام احرقوه بس بيت منها ترضاها لي بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بالحسين الزهرة قال باب من نجذوب وثقيلة وزين لهوت عالقاع ترجنها رجل قبقت علام والحسن طوق الجفين وقام يعصرها اللعين بحيل اللهم اشفي كل مريض في كل حاجة سر كل من أسير الإخوة المؤمنون كادر كادرات يعتذرون منكم على أي تقصير على أي كلمة يطلبون منكم الحل وبراءة الذمة ونحن كذلك نطلب من الله المدد والعون في خدمة الزهراء والحسين الفاتحة مع الصلاة